أدان أنا ذاك قرر إشراكك أساسي، لكن اللاعب عرف كيف يستغل الفرصة، أقنع مع المنتخب الجزائري في منصب غير متعود عليه كثيرا كظهير أيمن، الآن أصبح ركيزة أساسية في المنتخب الجزائري وحتى في ناديه، لديه أرقام مميزة وأصبح نجما في ناديه. فريد أصبح نجما في ناديه رغم لعنة الإصابات، ففي الموسم الماضي أصيب إصابة خطيرة في الركبة وغاب 7 أشهر عن الملاعب، لكن عاد بقوة وسجل 4 أهداف في ظرف 6 مباريات. إنه بكل بساطة فؤاد قدير الذي نكتشف في هذه الصور. رابح سعدان الذي نقول اكتشفه وأول من وضع فيه ثقة في المنتخب الجزائري سيكرمه هذه الليلة. نطلب من السيد رابح سعدان الصعود إلى المنصة. أول استدعاء لفؤاد قدير إلى المنتخب الجزائري كان بفضل المدرب السيد رابح سعدان. أهلا مرحبا بك سيدي. منذ مدة ما تلقاوش فريد. منذ عام. يلا عام. فؤاد قدير لم ينسى فضل سي رابح سعدان فريد. Oui, Fouad Kadir, c'est votre première présence au Ballon d'Or. L'année dernière, vous aviez remporté un trophée, révélation de la saison, mais vous suiviez un programme de soins, de convalescence à cause de votre blessure. Là, vous êtes là. Alors, content de ce trophée ? Oui, bonsoir tout le monde et ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que c'est le cher Sardin qui me remet ce trophée. Et si je suis ici aussi... Aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, c'est lui qui m'a donné ma chance en équipe nationale, c'est lui qui m'a lancé et c'est lui qui m'a permis de pouvoir me montrer en Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'être ici ce soir avec lui. كلام يزيد من قيمة فؤاد قدير لأنه جميل جدا أن تعترف بفضل مدربك. سي رابح سعدان، كيف فكرت فؤاد قدير؟ كيف اكتشفت هذا اللاعب وكيف شعرت في أول حصة تدريبية مع فؤاد قدير؟ يلا نعم ونادو نفكر شي يا سي سعدان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم كل جميعين من المسؤولين نتاع السياسيين والمسؤولين نتاع العسكريين والمسؤولين نتاع الرياضة كاملة وكل الناس الموجودين في هذه الحفلة. هذه هي أكيد ما نجاوبكش مباشرة على هذا. أنا نقول فقط هذا شاب جزائري اكتشفناه في اخر لحظه، نجم نقول في المقابله الاخيره مشينا موناكو كان تاع الدوري الفرنسي، كان تقريبا اخر وثم اكدت باش يكون في المجموعه دي. أنا كانت صعبه علينا باش نسجل نديروا 23 لاعب في المجموعه تاع اللاعبين، ولكن قبل كل شيء انا اقول نفس واش قال رشيد مخلوفي من ناحيه وكل الناس على التكوين، ان اللاعبين الجزائريين موجودين لهنا في الجزائر وخارج الجزائر، والاساس نتاع وصول في المستوى العالي هو التكوين، سي لا فورماسيون. اي جو بونس ان جوور كي يا بوكو دو دونك سي غراس ا سيرتينمون سا فورماسيون سي كاليتي اوسي مورال اي بسيكولوجيك اي ايغالمون تكنيك. نو سورتو في فالنسيان انتر العام مالغري لا بلوسيور اللي صابت جات خاصة بعد كأس العالم، لأن هذيك سي بليسيور أن تي بو دو فاتيك، مي لي روفوني أ سون ميور نيفو سي ديفوني أون بياس ميتريس دو فالنسيان. وإن شاء الله راح يفرحنا سي سعدان في قادم المناسبات لأننا بحاجة إلى لاعبين مثل فؤاد قدير. شكرا لكما على هذه اللحظة المميزة، لقاء
خاص بين المدرب رابح سعدان ولاعبه السابق فؤاد فريد في تكريم للراعي الرسمي لهذه السهرة شركة موبيليس. نطلب من المدير العام الصعود إلى المنصة لتقدم له الجائزة. السيد أزوى ومهمل المدير العام لشركة موبيليس. وطبعا المدير العام ليومية الهداف والأوديتور هو الذي سيقدم له الجائزة. نعم هناك كما جرت العادة الممول الرئيسي سيمنح سكن بريديا بقيمة 1,000,000 دينار لجمعية خيرية. هي جمعية لأطفال مرضى السرطان. سيدي بلعباس شكرا. إذن كما قلت نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا. نعود إلى سلسلة التكريمات ونعود إلى أجواء البطولة الوطنية. الموسم الفارط فريق تمكن من نيل البطولة، سيطر عليها، أقنع، أبدع، أمتع، كلمات ربما استعملها البعض في وصف لقاءات جمعية تشلف، ولكنها فعلا استحقت التتويج بعد فريد كم؟ بعد 49 سنة. صحيح أن الفريق جمعية تشلف تحصل على كأس الجمهورية في عام 2005، لكن كأس الجمهورية ليس لها طعم حلو مثل طعم البطولة الوطنية. البطولة آمن بها السيد مدور رغم المنافسة الشرسة من أندية تعودت على نيل اللقب، لكنه رفع التحدي وكسب الرهان. لذلك الليلة ستكرم سيدي الكريم، ونطلب منك الصعود إلى المنصة مرفوقا بالقائد سمير زاوي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريق جمعية تشلف باللقب وبالبطولة الأولى في تاريخه. طبعا سيد مشرارة هو الذي سيكرم فريق جمعية تشلف، قدم لهم درع البطولة لما فاز الفريق. ولن ننسى أيضا سعب الكريم مدوار نور الدين موسلي هو ابن شلف، من حقها أيضا أن يتقاسم الليلة الفرح مع الجمعية، وهو الذي يحب يناصر أيضا جمعية أشلف. نطلب من السيد نور الدين موسلي الصعود لمقاسمة فريق جمعية أشلف. يلا خلينا عند نزولا عند رغبة رئيس فريق جمعية تشلف سيم شرارة، ننتظر قليلا نزولا عند رغبة رئيس جمعية تشلف. نطلب من السيد مزين إغيل الالتحاق بالمنصة حتى يتقاسم التكريم مع فريقه السابق. يلا سي مدوار ربما كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر المدير العام لجريدة الهداف والبيتار على هذا الحفل القيم وعلى التكريمات المتنوعة. نظن احنا بالنسبة لنا أول بطولة في تاريخ النادي، وتصادفت مع أول بطولة احترافية اللي نالها الفريق، وهذا الشيء اللي فرحنا. ونظن كانت بطولة اللي تبقى في الأذهان، لأن الفريق تاعنا سيطر عليها تقريبا يعني من الجولات الأولى، والحمد لله يعني فاز بها بفضل المجهودات تاع اللاعبين بطبيعة الحال والمسيرين، الطاقم التقني على رأسه سي مزيان إغيل اللي متواجد معنا اليوم، والأنصار تاعنا والسبونسور بطبيعة الحال، كل شيء يعني ساهم في هذا التتويج تاع البطولة. وحنا جد فخورين بالمشوار تاع الفريق اللي فريقنا
قدم كرة قدم يعني لبس بها. ونتمنى إن شاء الله بالفريق تاعنا على غرار الفرق الجزائرية تكون في نفس السياق وتقدم كرة قدم جميلة من أجل إسعاد الجماهير تاعها بالدرجة يعني أقل بالدرجة الأولى، باش الفريق تاعنا يكون الوطني يكون عنده لاعبين محليين. وأنا لح على كلمة محليين لأن عندنا لاعبين محليين، إذا ما عطيت لهم الفرصة يكونوا متألقين. وما ننساوش رحنا لكأس العالم بفضل اللاعبين المحليين بطبيعة الحال، واللاعبين المحترفين اللي دعموا اللاعبين المحليين، لأن كانوا أكثر من 14 لاعب وكان ضمنهم اللاعب زاوي اللي كانت أدوار مختلفة. الدور الأول اللي خلانا نروح للدور الثاني والثالث يعني اللاعبين المحليين كانوا بصفة 40 حتى 50%، ولكن احنا ما نفرقش بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف، كلهم جزائريين وكلهم يفرحوا الشعب الجزائري. سي عبد الكريم مدوار، ننتظر منك مسؤوليه اخرى في كاس رابطه ابطال افريقيا، لكن خلي الميكروفون لسمير زاوي. حبيت نسقسيك فقط سمير، واش يعمل سي عبد الكريم مدوار ويخليكم في جمعيه شلف ما تغادروش الفريق، انت مسعود سوكا، وشنو هو السر اللي يخلي عبد الكريم مدوار يحتفظ بكم؟ اولا السلام عليكم. هذه سؤال شخصي للمدربين، باسكو رئيس الفريق كون عنده اتصال اول مع المدرب. كي تقول لك مدربين كيجيو يخدموا في جمعيه الشرف يلقاو روحهم الاز، ما كانش تدخلوا في الصلاحيه تاعهم. والله قال انا نقول بلي رئيس فريق تاعنا ما نقولوش عنده سر. نو ماشي سر، احنا حبينا، انا رحت شلف ربحت عليها، حبيت ما نقولش خلي اسمي، حبيت نعاون الفريق هذا اللي دار لي اسم وكنت في ذا المريض العرض اللي كانوا عندي، ربحت على المدينه هذه والمدينه اللي ربحت عليا. وحبيت نرجع السؤال قبل قلت بلي البطوله ضعيفة، أنا ما نقولش بطولة ضعيفة، أنا بالك كاين مسؤولين كبار سياسيين نقول لهم احنا اللاعبين الجزائريين نعانوا من الضغط الجماهيري أكثر من السياسيين. احنا أنا والله العظيم أنا هذا المنطق، احنا سي لوجيك هذه، ماناش آلاس في ليتيان، كنا نلعبوا آلاس شوفها بو فوتبول. الموسم اللي فات دينا البطولة أقرب المقابلة شفتهم في التلفاز شفتوا المستوى اللي كان كاين. احنا الجمهور الجزائري كيكون عنده نتائج ويشوف المباراة الفرق تاعو تفوز يكون الاز، بصح كي تكون ما كاينش نتائج كي يجي مارادونا ما عرفش يلعب البالون في الجزائر. سي مشرار نحيونا شويه الضغط على اللاعبين على حتى يقدمونا مستوى جيد. شكرا. والله في البدايه نهني انا شخصيا يعني فريق شلف، لان حقيقه يعني في السنه اللي ماضت كانوا على مستوى هايل. انا نقول بلي اليبوك فريق شلف كان يلعب طريب فوتبول وكانوا عنده لعبه ومدرب حق، يعني الناس كل شاركت بدون شكل التتويج تاع شلف جلي فيليسيت. كما نهني كل الرياضيين اللي طلعوا لهذه المنصه اليوم، ونهني خاصه يعني جريده الهداف ولوبيتور لهذا البالون دور كي دوفنو سوبر انستيتيوسيون. نتمنى لكم النجاح جميعا. شكرا سي بشراره. نور الدين المرسلي، عرفناك فوق المضامير لكن ربما الكثير لا يعرف بانك ربما تحب الجمعيه، تحب كثيرا كره القدم. والله اولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بودي ان اوجه تقدير واحترامي لكل الشخصيات السياسيه والرياضيه الذين صنعوا تاريخ وافراح الجزائر، ونقول الرياضه كره القدم تبقى دائما رياضه شعبيه، وكل مواطن جزائري يعشق كره القدم. وكذلك هذه فرصه كبيره باش نهني فريق اولمبي شلف على هذا التالق، لانه غرس الفرحه في قلوب كل شباب شلف. والرياضه هي كما تعرف هي اخلاق وهي تربيه، واحنا دائما مع كره القدم. غرس الفرح في قلوب كل أنصار جماعة شلف مثلما غرستها أنت أيضا سي نور الدين المرسلي لسنوات طويلة في مضامير ألعاب القوى. شكرا لكم. سي مزيان إغيل تبقى معنا في المنصة، لأن سي مدوار أخلط علينا برنامج هذه السهرة لما أصر على أن تكون حاضر معنا في هذا التكريم. إذا بقي معنا سيد مزيان إغيل لأنه بكل بساطة أحسن مدرب للموسم المنصرم بفضل الوقادة بذلك جمعية شلف فريد للتتويج بالبطولة. عودة قوية لإغيل مزيان في ميدان التدريب بعد غياب لبعض السنوات، وهذا أول تتويج لجمعية شلف مع مدرب قدير أثبت مهاراته وكفاءته في المنتخب وفي عدة أندية مثل نصر حسين ده. يلا سي مزيان، دربت لاعبين كثيرين في المنتخب في النوادي، دربت تيري بلال في نصر حسين داي نطلب منه الصعود إلى المنصة، دربت أيضا يزيد منصوري كان قائدا معك في كان أيضا في المنتخب الجزائري، نطلب من تيري بلال ويزيد منصوري الصعود
الصوت لتكريم مدربهم السابق مزيان إغيل. صورة جميلة للقاء بين مدرب ولاعبيه السابقين على مستوى المنتخب الجزائري طبعا. يلا يزيد بلال تقاسم تقديم الجائزة للسيد مزيان.